continuous integration. أكرر كمان هيك مني. طيب أنا يعني أبو فيصل مني مسافر قد ما حكينا عن مسافر اليوم بشتغل معهم من صار لي سنة في الباك إند تيم the whole time. همام سمارة على جيت هاب وتويتر وفيسبوك جست همام ومانجات كمان. فراح إذا كنا أحكي لكم شغل عن يوم سافر آخر سلايدز بس هسا خلينا نحكي عن continuous integration. هسا قبل ما نبلش نحكي مين بعرف إيش عن continuous integration؟ continuous integration هاي الكلمة. عم كنت بسأل مين بعرف continuous integration أو at least عن سمع فيها واحد. طيب ممتاز فينا شغل هون. اوكي تمام. طيب هسا قبل ما نحكي عن ال يعني بدي both ways يعني انه انسكر. طيب تمام. طيب قبل ما نحكي عن continuous integration خلينا نحكي عن المشكلة الموجودة والإشي نحاول نحله. يعني مستحيل نجيب إشي وبحلش إشي هيك إنه luxury. طيب هسا مين بيشتغل كل يوم مع software development؟ طيب حلو مين ناوي يشتغل مع software development؟ بفضل الباقي. طيب تمام. طب انت مين لليوم بحطش الكود تبعه على version control system سواء SVN أو Git؟ حلو. طيب طبعاً عادةً الشركات الصغيرة ممكن اللي بتمنى الأجايل أو حتى اللي لساته بيشتغل Waterfall أو Enterprise لما أنت تشتغل كل يوم مع الكود في أنت قاعد بتكون habits يعني بيجوا عفويات أو أنت رسم لهم يعني بتعمل sprints بتشتغل أجايل بتقسم كل شغل أسبوعين أو بتعمل long term plans بس أنت بتعمل habits ماشي. بس شو أحسن habit إنك أو flow تشتغل معها كل يوم أو كل sprint أو كل أسبوع أو كل أسبوعين؟ هذا هو السؤال. ففي عندنا ناس سينيورز أو ناس عندهم إكسبيرينس بدهم يشتغلوا على هذا الحكي يشوفوا شو أحسن هابت أو بيهيفير إنه ديفلوبر يتبعوه عشان يوصلوا أحسن سوفتوير ممكن ينبنى. فهاي بيسموها الإشي هذا بيسموه continuous integration. هسا منعرفه. طب هسا نشوف الإشي الموجود. هسا الإشي الموجود هسا إنك أنت بتشتغل على فيتشر أو تاسك أو مشروع وبدك تسلمه. افرض انه انت لازم تسلمه بعد اسبوعين. طيب وانت مثلا اذا في معك حدا to test your code او مثلا معك product manager يشوف وين الشغل وانت انت لازم تعطيه مثلا متفقين قبل يومين او ثلاثة. طيب هل انت بتقدر توصل هذاك اليوم صح؟ طب هل معناته اذا في واحد مثلا QA قبل بده ياخذ قبل بيوم معناته انت مثلا لازم كل شوي واحد يجي يسألك وين وصلت عشان هيك في ستاند اب كل صبح او شيء زي هيك. في اشياء كتير نعملها مانيوال عشان حافظ انه نسلم على الديدلاينز. في ممكن تصير عندنا باد هابتس او مانيوال هابتس او اشياء لازم يشتغلوها البوتس عندنا بتصير نعملها كل يوم عفوي. ففي ناس بتنتبه لهذا الحكي وبتقول انه وي كان اوتوميت ذس وي كان اوتوميت ذات وي كان انتجريت ذس وين هالحكي. فالكونتينوس انتجريشن فيه كتير تعريفات. ففي مثلا تعريف سهل مثلا هو براكتس زي ما حكيت لكم of testing each change done to your code automatically and as early as possible. طب ليش as early as possible؟ عشان انت كل ما تعرف المشكلة يعني حتى في الحياة كل ما تعرف المشكلة يعني أبدر كل ما تقدر تحلها وهي صغيرة. فهو انت كل ما انت قاعد بتوصل الكود تبعك لمحل بيشوفه الجميع ففي اي مشكلة ممكن تبين أسرع. فهو البراكتس تبع هذا بسموه continuous integration. ومع continuous integration في شيء تاني بسموه continuous delivery أو continuous deployment. إيش continuous deployment؟ إنه أنت كل فترة إنه عندك أنت بروميس إنك توصل الكود تبعك على staging system أو staging server أو production server. ليش؟ عشان يكون أنت شغلك transparent عشان كل الشركة مثلا تعرف أنت وين وصلت لحد هون بدون ما يجي يسألوك يعني بدون ما ضل يقول انت وين هون. خلاص انت شغلك انت عندك visibility شغلك transparent الكل عارف ان وصلت الكل بيعرف انت متأخر او سابق فاذا كان مانج احسن. طيب عشان نحقق هالprinciples في او نحقق هذا الconcept في عنا principle او في عنا kit او في عنا steps لازم نتبعها.
فحكوا خلينا نعمل مثلا starting kit و you can extend it. فمبدئيا لازم انت يكون عندك, خلينا نحكيهم على السريع وفصلهم بعدين. انت لازم يكون عندك automated build process, لازم يكون عندك automated test suite, ولازم يكون عندك source code repo, واخر اشي continuous build server. طيب انه هدول مرتبين زي انه ورا بعض, يعني لازم اول شيء يكون عندك الاولى بعدين الثانيه بعدين الثالثه بعدين الرابعه. بس شو هم بالضبط؟ خلينا نحكي عنهم بس على السريع. So you need an automated build. ايش يعني؟ الكود اللي عندك كبير او صغير بغض النظر شو اللغه اللي تشتغلها انت, لازم يقدر يبني من الكوماند لاين, لازم يقدر يبني على اي سيرفر. يعني obviously إذا كان بيبنيش على ويندوز ماشي, بس يعني أي ويندوز سيرفر أو أي أبونتو سيرفر. ولازم يقدر يبني من السورس كود, يعني مش من مرحلة معينة. ليش؟ لأنك أنت عشان تماشي هذا الحكي لازم تقول أنا بديش dependencies من أي GUI, بديش أي dependency مثلا من Eclipse, أو بديش أي dependency من Visual Studio. أنا بدي command line في command واحد بغض النظر أنا بكتبه ولا بكتبوش, يقدر يبني كل البروجكت من السورس. ليش؟ بالمستقبل رح نشوف انه اذا ما اقدر اعمل هذا الحكي, معناته انا باي لحظه بعطي السورس كود الي لحدا لبوت يبني لي اياه, بقدر يبني بكوماند. فبسموه اوتوماتيد بيلد. وانه اشي في كثير رح تنبسط انه كودك ببني بس بكوماند واحد. في كثير سوس هذا الاشي. ف وكل لانجويج مثلا السكريبتنج لانجويج يمكن فيها هذا الحكي انك بس تجمع ديبندنسز تبعون اللايبرز, هذا بالنسبه لها بيلد. بس مثلا زي مش سكريبتنج لانجويج زي الجافا وهدول الاوبجكت اورينتد لانجويج زي جافا مثلا ودوت نت, في بيكون عدد كوماندز, او الاندرويد مثلا اوبجكتيف سي عدد كوماندز عشان يبنوا لك كل الكود. فانه بس بدك تحافظ انه كوماند واحد بيقدر يبني كل شيء. اذا هن اكثر من كوماند طبعا تقدر تجمعهم في سكريبت. طيب بعدين من اوتوماتيد تيست سوت. هسا عمر شرح عن التيست يونتس, وفي غير التيست يونتس في عندنا انتجريشن تيست, انه يحافظ انه كل التيست يونتس بيشتغلوا مع بعض. في عندنا اكسبتنس تيست, انه اللي حط الريكويرمنت بغض النظر كودك بيشتغل صح, بس هل الريكويرمنت هذول بدي اياهم, هذا هو الاكسبتنس تيست. في البرفورمانس تيست, انه انا قديش بقدر انفذ مثلا في مده معينه. في كتير كمان تيست, بس هذول المفروض يكونوا عندك. ليش؟ لانه هذول يعني في اشياء في عندك في الكود بدك تفحصها دائما عشان تقدر تقول انا عندي كونفيدنس انه الكود تبعي انه جاهز. وفي اشياء بتعملها كل يوم فبدك انت تبني انه هذول التيست عشان يفحصوها عنك. وفي اشياء مرات صغيره بتكسر انه صعب الهيومن تو ديتكتد, فهذول التيست ممكن يساعدوا. It will not يعني eliminate المشكله, بس كتير بيساعدوا. فاذا عندك هذول ماشي, انت اللي كان يرن من عمر عشان فرجيكم بعد كل عملية development زي هيك, إنه نحطهم في البروسيس تبعنا بيفيدوا. إنه فالكود عندي بيقدر يبني حاله لحاله, بعد ما بنى الكود بيقدر يرن التست. صار إذا عندي هدول. طب شو كمان بدي كودي عشان حدا يبنيه يكون محطوط عن حل الكل بيشوفه, اللي هو version control system. تمام. في عنا يعني you can go shopping. في عندك get, في عندك bitbucket, في عندك cloud fork, في عندك unfuddle, في عندك كتير مليان ناس بتقدر تحط الكود عندك. في ناس free, في ناس مش free, في ناس عندهم كود private, في ناس عندهم بيشتغلوا مع get, في ناس بيشتغلوا svn. نكل بدك اياه, بس كودك لازم يكون عليه cloud. ما بزبط انه يكون عند واحد مش عند واحد تاني, ولازم يكون انت كل واحد بيشتغل مثلا له البرانش تبعه اسمها ترانك اي ثينك في الاس في ان. والبرانش تبعك مش لازم يعني يكبر, مش لازم يصير قديم, لانه بصير صعب كل ما تاخرت عليه انك ترجع تدمجه مع الماستر. يعني هاي المفروض حكوها الشباب في جيت كان يشرح جيت. وبالاخر اوكي كودي على سيرفر وتقدر تبنيه بون كوماند, وفي ريبورتس بيطلعوا من اليونت تيست اللي انا كتبتها ماشي. ضل بدي واحد يجمع لي كل هدول ماشي, ويتأكد لي انه انا بقدر هدول كلهم ماشيين مع بعض, وبقدر بعديها انه انا اعمل deployment safely على my staging server او my testing server. تمام. مين بقدر يعمل هذه الشغلة؟ اللي هي continuous integration tools. فيش اكتر منهم على الويب. في عندك الجينكنز, في عندك الترافيرس, في عندك جيتلاب, في عندك بامبو, في عندك الفيجوال ستوديو مع تول. يعني كونتينوس انتجريشن مليانات على الويب مليانات, بس انت لازم تختار. يعني في منهم بيشغلوش كل اللغات, يعني في منهم بيشغلوا بس سكريبتنج لانجويج, في منهم بيشغلوا بس الجافا, في منهم بيشغلوا بس الموبايل ماشي. فانت بتقدر تنقي اي شيء بناسبك. في منهم فري, في منهم سيلف هوستد, في منهم موجودين على الكلاود. ف يو كان تشوز اني. بدي اشرح لكم هسه اكثر ايش عن الترافيرس اللي هو الثاني, هذا اللابس تي ترافيرس
باي ذا واي عمله شاب اجى على رام الله قبل سنتين اسمه كونستانتين, شاب يعني جيلنا. في عنا جينكنز كتير معروف للانتربرايز, وخصوصا عشان مبني على الجافا فبدك شوية معرفة جافا تبع تعمل له سيت اب. جيت لاب يعني شيء بيشبه جيت بس انه سيلف هوستد ومع كونتينوس انتجريشن اتلس يعني نوت. طيب طب هدول رح نشوفهم قبل شوي, رح ناخذ بدون تيست كيس من منشر, رح ناخذ تيست كيس من مسافه ونشوف كيف بيشتغلوا. والان الحكي اللي بحكيه كيف بينعكس, كيف بيخلي شغلك اوتوميتد. بس بدي افرجيكم هاي جو شفتوها لما خطيب شرح البر ريكويست. لما حكى عن البر ريكويست فرجاكم تبعت الترافيرس, هيدا ترافيرس سي اي بيل بس. يعني في واحد عمل بول ريكويست ماشي, والترافيرس شو سوى؟ راح قدر يسحب الكود تبعي من الريب اللي انا مأشر له عليها اللي هي هاي, بعدين قدر يبني بكوماند واحد, وانا لانه كود بينبنى بكوماند واحد, بعدين رن كل التست وفي شيء انكسر واعطاني الريبورت هذا انه اذا هذا الكود من عنده ماشي فيش اي مشاكل اذا بنحط على البرودكشن. هيك قاعد بحكي لي هسه, هو ممكن يكون في مشاكل لوجيك, ممكن يكون في مشاكل تاني, بس اتليست الشغلات الاوبفيوس او الشغلات اللي احنا كاتبينها الرول ما انكسرتش. فهذا الشيء بسرع كود ريفيو. هذا الشيء فيش داعي انه انا اروح اطلع على شغلات كل مره بطلع عليها. يعني انا بس هيك بصير بس باجي بطلع على البيزنس سايت للاكسبتنسز تمام. فيش داعي مثلا انه انا عارف انه ما كسرتش شيء سابق, يعني برجعش التيم اللي كيو عندي يفحص اشياء. يعني دي كان مثلا دوت مثلا تجد اشور ماشي, بس انه اتليست عندي ايرلي ريبورت او ايرلي وورنينج انه الشيء انكسر او لا. هسه ما فرجيكم شيء مثلا في عليه ايرور. طيب تقدر كمان احط تولز زي ما بدي, بقدر احط مثلا زي هالكود تولز فرجيكم اياها منشر اسمها كود كلايمت اي جس, تحكي لي انه البول ريكويست هاي مثلا عم تعمل هي ريتنج بالنسبه لها قديش الكود كواليتي اي بي سي دي مثلا حلو. فبتحكي لي انه مثلا انضفت فايل اسمه اكونتس ميلر والريتنج تبعه ايه, وكمان غيرت على فايل مثلا صار بالكود تبعه سي انه هاز جوتن جوس نزل, وفي كمان فايل مثلا كان سي صار دي. تحكي اسم الفايلات بالضبط وتحكي لي ليش تمام, وانا بروح بس بكبس عليهم. بيجي بقول لي والله انت حاطط في كلوز مش ناديها, او عامل امبورت مش بتسوي شيء مهم, او مثلا انت في الكود الستاندر تبعك منه مثلا تحط الكوز تحت. فهدول اللي عمل البول ريكويست قبل ما ينادي واحد يعمل له ريفيو بيقدر يشوفهم ويروح يصلح كوده. فانت كواحد بده يشوف مثلا البول ريكويست اللي عندك عشان يعملها ميرج كصاحب البروجكت ماشي, بكون ترافيرس فحص لك الكود انه تمام والتست مش مكسورات بدون ما عمل اشي, والكود انه زي طول زي هاي انه نزل الستاندرد تبعه لا ارجع صلحهم. او مثلا اذا في كمان عندك توز للكود كفرج اشياء زي هاي تحكي لك انه الكود كفرج نزل, انه الشاب مش قاعد يكتب نتست لفيتشرز زياده او مقابل اسطر زياده. فكل هاي الريبورتس عندك محل واحد, وتقدر طبعا كتير تضيف اشياء تمام. هاي يعني قديش رح توفر عليك شغل يومي. طب اذا قدرنا برضه هاي البروسيس نعملها مش على البول ريكويست, خلص كل يوم مثلا على الساعه 12 بالليل عشان هيك مثلا نسميها نايتلي بيلد حلو. شو ساوي مثلا انه كل يوم على الساعه 12 بالليل بدك تسحب لي اخر كود موجود بغض النظر مين رافع, وتشوف لي شو الكواليتي تبعته, تفحص لي اذا في خرب اشي ولا لا. فبيجي تاني يوم موظفين الكيو اي بتطلعوا كل شيء تمام, خلينا مثلا بلش نتست. بيجي مثلا سي او بيعرف التاسكات خصت ولا لا اذا انت عم انتجريشن مثلا مع التاسك مانجر او شيء. فهذا الريبورت هو اللي بيعطي فيزيبيليتي اكثر للستاتس تبعتك وترانسبرنس اكثر للشغل وين وصل. في هاي هذا الهدف اللي كانوا من اياه دائما. طب بعيد عن الكونسبتس خلينا نشوف يوز كيسز. في عندنا منشر اللي شفتوا شويه تشانكس منه, في عنا يمسافر. هسا منشر كنت بفرجيكم اياها لايف لما نروح على الريبو تبعتها. هيها اوكي. لما طلع منشر مثلا هون هاي في بحكي لك انه اخر بيلد عملها ترافيرس از باسنج ماشي, والكود كلايمت 3.4 وده رحنا عليه بعطيني ريبورت اكثر تفاصيل اكثر. لما نروح هون على البول ريكويست الاشي اللي جاي ماشي, هون مثلا بحكي لي انه هاي البيلد مثلا كسرت اشي, يعني ترافيرس بقول لي هون انت في عندك اشي انكسر تقدر تشوف شو الديتيلز. فهذا اير ورنينج انه معناته انه الشاب اللي عمل هذا الحكي لازم يروح يصلح اشي قبل ما انا ابلش اطلع. قديش وفر علي وقت اني اسحب كوده واشغله واشوف شو المشكله وتطلع لي هاي؟ لا خلص اعملها هذا عني واعطاني ريبورت كامل.
ففي إشي قبل ما نجي نخرف مع بعض لازم هو رح يسويه اللي هو ديل البين، لأنه بلدك شغال على ترافرس مثلا أو أي تول تاني. إحنا هون ترافرس يعني كتير سهل الست أب تبعه، وكتير يعني مبين كيف الريزون إنه واضح، وكتير كومباتبل مع روبي فنقناه بسرعة وتسفري للأوبن سورس بروجيكتس. فهون بيجي بحكي لك مثلا هاي البلد تبعتي طلع كان كل شيء تمام فيش فيها أي مشاكل، بعدين أجا هون حكى لي إنه في فايل مش كان فاتح معه لما كان يعمل NPM. إذا شفتوا NPM حكى عنها أبو سعد وهي الأشياء إنه هاي بتلم الديبندنسز اللي عندك في البروجكت، وفي مرات أنت لما تنادي الديبندنسز إنه في واحد يكون صاحبنا معدل عليهم، فأنت جاب الفيرجن الأجدد أو الأقدم أو إشي زي هيك، هذول ممكن يكسر البروجكت عندك لما تطلع أونلاين ماشي. فأنت بأنك تبني قاعدة الكود من أول في كل مرة على السريع رح تعرف انه في لارا يكسرت او رح تكسر معه، فهالإشي بالمره مش رح يصل البرودكشن او حتى الستيجنج تمام. إيه طب هذا الحكي يعني تكنيكال كيف ممكن تسويه كتير سهل. إيه يعني تقدر تسالوني بعدين عنه او يو كان جوجل، بس يعني بتم لنا الموضوع مثلا زي ترافيرس تن جينكنز في له ويزارد الاشياء الثانيه في له ويزارد، بس زي ترافيرس مثلا بس بتروح انت في البروجكت تبعك بتحط فايل اسمه ترافيرس سي ار ترافيرس واي ام ال، بتحط فيه شويه رولز بتقول مثلا انه انا هذا ترافيرس اكاونت تبعي، انا بس بدي تعرف لي هاي الكلمه هون، انا بشتغل مع روبي 2 وبدي روبي هيد مثلا، بدي الاو فيلير الاشياء قبل ما تبلش تعمل انستول نزل لي اكمل شيء. هاي ماي رولز بس عشان البروجكت تبعي يبني، يو كان كاستمايز ات او ممكن ما تحتاجهاش بمره حسب انت كيف تشتغل. وهون اهم شيء انه هذا كله بيفور، هون في اشياء افتر، بس الاكتوال جوب اللي هو انه رنل التست على الفرونت اند وعلى الباك اند، عشان في عندنا هنا يعني هاي الباك اند اللي هو التست اللي عندها الار اس باك، والفرونت اند عندها الجراند تيست، هاي بترن يوم تيست على الفرونت اند وهاي من تيست على الباك اند تمام. هي بتعطيني انه في شيء كسر او لا، يعني ذيس از اكتوال جوب، غير انه نجح انه يبني البروجكت ووصل هاي المرحله انه كود بنبنى والتست كيس بيمشي، معناته ذيس از خلينا نقول من البوت انه جرين فلاج انه بتقدر مثلا تراجع انت مانيوالي هسه، وبعدين بعد ما تخلص مثلا احنا عاملين ديبلويت خلاص، مثلا احنا بالنسبه للديبلويت تقدر انت تقول لا ديبلوي بس على التستنج او بس على الستيجنج او بس مثلا على اي سيرفر معين، او بتقدر تقول له خلاص اذا انت بس هدول خلاص روح جرين لايت يو كان دو على البرودكشن كمان. وفي تحت هون انه حطها على سلاك، تعرف سلاك طب مش عارف اذا في طبعا اصعب اشي في سلاك انك تفوت على سلاك يعني I hope انه محمد فتح اكاونته عشان افرجيكم هالشغله. سلاك اللي هو زي محل بشوف فيه نوتيفيكيشن، يعني انت بتفكرها في خدمه ريدندنت بس قديش الوضع انه سهل وحلو بتضلك معاها. في عنا اشي هون اسمه جروب نوتيفيكيشن نشطة اشي برايفت، ونتطلع هون بارت من كونتينس انتجريشن حكينا للترانسبرنسي، فانت سلاك عامل انتجريشن مع البيلد تبعتنا في منشا فبضل يحكي لك بقول لك والله في واحد رفع كود على جيت هاب وترافيرس قاعد بيعمل بيلد في الوقت تايم، واحد عمل فيتشر وقعدت معه كذا من كذا، تقدر تعمل انتجريشن زي ما بدك، واحد اخذ فيتشر من الايشو تراكر تبعنا وكل هاي ريبورتس تجيك هنا. فانت واحد مش بارت في الديفلوبمنت تيم، مش قريب ما بتقدر ستاندردز ما عنده اي فكره الديفلوبر وين وصله، بهاي الريبورتس بيقدر يعرف شو اي واحد في الشركه شو الستاتس. طب هذا الحكي مثلا خلينا نشوفه في الواقع، بس في اخر سلايد عندنا اللي هو اليوز كيس تبع يمسافر. اوكي يمسافر اذا شفته من الفتره الماضيه نزلنا ايفون ابلكيشن كتير حلو يعني وكتير انوفيتيف، وفي اشياء كتير ممكن احسن شوي من ويب سايت كتجربه سوا الشاب اللي ورا هناك محمد نابلسي الخجلان بس محمد ونسوي فيه بين قوسين طلعنا عندينه. ليش اي واحد بالشركه بده يشوف البروجريس كان يروح عند محمد يقول محمد بدي اشوف البروجريس، كان يشبك الايفون تبعه في الجهاز وياخذ بلد، بعدين يجي السي او بدي اشوف، بعدين يجي السي تي او بدي اشوف، بعدين همام لينكش راس بدي اشوف، بس هيك عشان وقف الكيو تمام. هذا حكي بيمشيش تمام محمد، فمحمد كان يضطر دائما ياخذ دقيقه دقيقتين من اي واحد جاي على باله ياخذ بلد بغض النظر تستها او لا.
وكان يعني مرات يعطينه مرات ما يعطيناش، مرات استحي اروح عنده مرات ما استحيش، مرات بعرفش يروح عنده اربع شباب وكلهم في شيء شغل اليوم، يعني انه ما رفعش كود جديد، كان اشتغل اشياء مش انا بشوفهاش. فدام الوضع عند بالنسبه لنا بلاك بوكس، احنا مناش نوصل او نخلص الا الواحد كتير كلوز للتيم اللي عندهم، مش اي واحد بيعرف وين بدنا نعمل ريليز، مش اي واحد. وحتى لاخر يوم لما رفعنا الابلكيشن ما عندناش كونفيدنت عالي انه هذا الاشي تست منيح او لا، تمام، لانه خلص اي واحد بيتست، طب انت تستت انت يعني نطلع بعض اوكي تستت يمكن لا خلص نطلع اونلاين. فهذا الاشي يعني مش هيلثي، بس يعني we had to do it. ما كان عندنا كثير تايم وكانت اور فيرست اكسبيرمنت. هسه في عندنا هسه ما رحنا نعمل فيرجن اندرويد تعرف نشتغل نيتف، فواحده واحده حبينا نطلع في تيمتين عشان هاي التجارب نتعلمها. فلما اجى يشتغل اندرويد اختلف الوضع، كنا لا بدنا نتبنى الكونتينوس انتجريشن ونقول انه هل فعلا هذا الشيء بيغنيني عن خمسة او ستة تيم كيو اي بيخلصش لليوم متوظف ابو السدر كيو اي حلو، ف مش اشي عاطل يعني ويعطي رواتب الشباب. ف الاشياء ممكن تحسنها في الكونتينوس انتجريشن. شو سوينا؟ قلنا ابو نبول السي كل ما بيخلص كود يرفع جيت، لحد هسه مش زعلان لانه اصلا هيك هو كان يعمل، تمام. وجبنا جينكنز عشان نسيلف هوستد، وكان في عندنا شاب اسمه محمد طويل كثير طويل باي ذا وي، تمام، انا سيت اب لجينكنز وهي لافز جينكنز، فرحنا قلت جينكنز بس فيش مانع انك تسوي هالحكي في ترافيرس او في سيركل سي اي او اي تول ثانيه، تمام. وحكى جينكنز انه انا عندي بروجكت اندرويد، شو بدك فيه؟ تاخذ تسحب اي كود بحطه محمد نابلسي على جيت، بعد ما تسحب هذا الكود بدك ترنل لكل يونت تست اللي عملها هو، وده ناجحين بدي تحط لي على ايميوليتر اندرويد. كتير بعض اوبشنز الجينكنز، فلانه اندرويد حاب احطه انا على ايميوليتر اندرويد، وبعد هيك بدك تشغل لي تيست احنا ما كتبناهوش اسمه مونكي تيست. ايش عندكم فكره ايش مونكي تيست؟ من اسمه يعني حتى اللي سماه كتير ليزي، يعني بيجي زي انه مونكي ضل يكبس هيك اشي اهبل عشان يكسر لك اشي، فانت بتقول انه يعني وكتير ليزي وكتير غبي، يعني انه بكبس لك الكيبورد حرف حرف على كل فيلد عشان يشوف يطلع لك اشي بيكسر او لا، تمام، بيشغل لك كل المونكي تيست ماشي وبيشوف هل اشي مشى ولا، واذا اشي مشى تمام بيرفع بيلد مثلا على السيرفر اللي عندك اذا انت ويب ديفلوبمنت، بس ما انه موبايل بروح برفع نسخه على البلاي ستور. في البلاي ستور انت بتقدر تعمل برايفت اكاونت، سوري اكاونت بابليك بيتا، وفي عندك واحد الفا قبل ما تحطها على برودكشن، فبحطها هو على البيتا عشان احنا سبسكرايبرز نقدر نعمل داونلود، وبعد ما يصل هناك الستور طبعا بيجيك انت على الايفون انه سوري على الاندرويد انه نزل في فيرجن جديد حابب تعمل ابديت ولا لا، واذا انت عامل اوتو ابديت بنعمل ابديت لحاله ماشي. وهذا الاشي عملناه لتريجر على البول ريكويست تبعون نابلسي، بعدين لا عملنا له البول ريكويست كل ليل على الساعه 12 انه نايت ليبل. فنابلسي قبل ما يروح قبل ما نقول له شو وضعك او رايحكه ولا لا ولا رفعت لنا كود ولا لا، تمام، فهو الكود لحاله على الساعه 12 رح ياخذ كل اشي عمله نابلسي ماشي ويحط لنا اياه، شوف هل مشى كل التست عليه، هل كل شيء تمام، ورخص لنا اياه حط لنا اياه على سلاك وبعث لنا فيه ايميل، تمام. وبالليل انا قبل ما انام بطلع بلقى بعمل ابديت اذا البيلد نجحت. فتخيلوا قديش انا بطلت اعرف انه الشاب بداه ومسال انه كثير بداه سكرايب لهذا الحكي، بيعرف الستاتس تبع الاندرويد الموصل. فهي ترانسبرنسي بيعتبروها بيعتبروها خلينا نقول البيست اكسبيرينس سو فار في الديفلوبمنت، وهي فعلا هذا الحكي بتشوفه كمان في الاوبن سورس. مثلا في الاوبن سورس انت عندك بروجكت 30 او 40 واحد بيشتغلوا معك، يمكن يجي كل يوم بول ريكويست، في ناس اشتغلوا على محلات وبطلوا يشتغلوا عليها، همام بيعرف محل في الكود، محمد بيعرف محل في الكود، اجى واحد عمل بول ريكويست محل انا ولا هو بعرفه، فكيفنا نشوف؟ فتول زي هاي اتليست تعطيك المينيمم ريبورت او الاوتوماتيد ريبورت انه هالحكي بيشتغل او لا، تمام. ف يا يعني ستارت ادوبتينج ات اذا حبيتوا يو شود، لانه تعرف احنا ديفلوبرز شوي ايموشنال، اذا كان في عندنا بيئه فيها كثير دونكي وير فيها اشي ريبيتيف انت راح تحبط الديفلوبرز اللي عندك، اذا في عندك اشي زي هيك انت بتخلي مجال اكثر للديفلوبر يركز على الشغلات اللي مش الميكروفون فاهمين علي، تمام. هسه هذا الحكي الليله لما تيجي على مسافر تفضل هناك ونعمل الافتر بارتي، تمام، المشروع ابو سعده، فراح نفرجيكم كيف الاكتشوالي هذا الحكي بيشتغل، تمام. ما لحقنا هسه بس بتشوفوه هنا خذوا عيون. ثانك يو شكرا.
Alright. تجعل هذه المسج كلياتها في هذا الجايل في الريبلايز. وبنعملها ليستنج. We go through it. أظن أنت جهزت لفيو. ما عملنا برضو loop over كل الريبلايز لكل مسج under المسج. عن الباور والجرانت وفهمتكم كيف البروجكت والمكان اللي بتعيش فيه انجولر, فكيف انا بدي اجيب انجولر ابلش اشتغل فيها. بكل بساطه ما عليك الا انك انك تجيب انجولر كلايبراري.